المشير محمد عبد الغني القمصي لقب بألقاب كثيرة، منها ثعلب الصحراء المصري نظراً لبراعته في قيادة معارك الصحراء، ولقب بأستاذ المدرعات التي احترف القتال في سلاحها منذ تخرجه من الكلية الحربية. أما أحب الألقاب إلى قلبه فكان لقب مهندس حرب أكتوبر نظراً لاعتزازه بالحدث وفخره به. إلا أن أغرب الألقاب التي أطلقت على المشير القمصي فكان ذلك الذي أطلقته عليه جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل وقت حرب أكتوبر، حين وصفته بالجنرال النحيف المخيف. فمن هو القمصي الذي أرعب جولدا مائير؟ وكيف اختار موعد الحرب بدقة علمية جعلت اختياره يدرس حتى الآن في المعاهد والأكاديميات الحربية؟ ولماذا اتهم القمصي الرئيس السادات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية؟ إليكم القصة. كشكول القمصي. في بداية عام 1973، عندما اقترب موعد الهجوم على إسرائيل، قامت هيئة عمليات القوات المسلحة برئاسة اللواء محمد عبد الغني القمصي بإعداد دراسة عن أنسب التوقيتات للقيام بالعملية الهجومية، حتى توضع أمام الرئيس المصري محمد أنور السادات والرئيس السوري حافظ الأسد لاختيار التوقيت المناسب للطرفين، وتقوم الدراسة على دراسة الموقف العسكري للعدو وللقوات المصرية والسورية. وتضمنت دراسة القمصي فيما يلي: أولاً، المواصفات الفنية لقناة السويس، المد والجزر وسرعة التيار واتجاهاته، ساعات الإظلام وساعات ضوء القمر، حالة البحرين الأبيض والمتوسط، أفضل توقيت يناسب الجبهة المصرية والسورية في نفس الوقت للهجوم، بحيث يتحقق أفضل استخدام للقوات المصرية والسورية بالعملية الهجومية بنجاح ويحقق أسوأ الظروف لإسرائيل. ثانياً، دراسة الأعياد والعطلات الرسمية في إسرائيل وتأثيرها على إجراءات التعبئة في إسرائيل، حيث القاعدة العريضة في الجيش الإسرائيلي هي القوات الاحتياطية، ويستدعي الاحتياط بوسائل علنية عن طريق الإذاعة والتلفزيون وأخرى غير معلنة. أفادت الدراسة أن يوم الكيبور أو عيد الغفران في إسرائيل هو اليوم الوحيد خلال العام الذي تتوقف فيه الإذاعة والتلفزيون عن البث كجزء من تقاليد هذا العيد، أي أن استدعاء قوات الجيش الإسرائيلي الاحتياطي بالطريقة العلنية غير مستخدمة، وبالتالي يستخدمون وسائل أخرى تتطلب وقتاً أطول لاستدعاء الاحتياطي. ثالثاً، دراسة الموقف الداخلي لإسرائيل. وجدت الدراسة أن انتخابات اتحاد العمال في شهر سبتمبر وانتخابات البرلمان الإسرائيلي في يوم 28 من أكتوبر عام 1973، والمعروف أن الحملة الانتخابية تجذب اهتمام أفراد الشعب الذين هم بالأساس الجيش الاحتياطي. ونتيجة لهذه الدراسة اتضح أن هناك ثلاثة توقيتات تعتبر أنسب التوقيتات للهجوم، هي النصف الثاني من مايو، ثم شهر سبتمبر، ثم شهر أكتوبر. وكان يوم 6 أكتوبر هو أحد الأيام المناسبة الذي توفرت فيه الشروط الملائمة للهجوم. ويقول المشير القمصي في كتابه مذكرات حرب أكتوبر: سلمت هذه الدراسة بنفسي مكتوبة بخط اليد لضمان سريتها للفريق أول أحمد إسماعيل، الذي قال إنه عرضها وناقشها مع الرئيس السادات في برج العرب بالإسكندرية في أوائل إبريل عام 1973، وبعد عودته أعادها لي باليد ونقل انبهار وإعجاب الرئيس السادات بها. وأطلق السادات على هذه الوثيقة فيما بعد اسم كشكول القمصي. مباحثات الكيلو 101. بعد عبور الجيش المصري لقناة السويس، وتحديداً في يوم 28 من أكتوبر عام 1973، تم استدعاء اللواء محمد القمصي لمكتب الفريق أحمد إسماعيل وزير الحربية وقتها. وعندما ذهب القمصي قال له وزير الحربية: إن الرئيس السادات اختارك لتولي مهمة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمفاوضات عملية وقف إطلاق النار. فغضب اللواء القمصي وقال لوزير الحربية إنه
خاض 3 حروب ضد إسرائيل، فكيف يجلس معهم الآن على طاولة واحدة وأيضاً من أجل وقف إطلاق النار؟ فأخبره وزير الحربية أن هذا أمر عسكري ويجب عليه تنفيذ الأمر، ورغم أن هذا الأمر سبب للغمس صدمة نفسية كبيرة، لكن العقيدة العسكرية تفرض عليه طاعة الأوامر. كما أن إسماعيل حاول من تخفيف تلك الصدمة على الغمسي، وأخبره أنه أنسب شخص للقيام بهذا الدور لأنه قائد هيئة عمليات القوات المسلحة، وهو أدرى شخص بحالة القوات المصرية ووضعها خلال المعركة. عندما رفع الجنود المصريون أسلحتهم بوجه الغمسي، وافق الغمسي على تولي مباحثات الكيلو 101، وطلب من السادات أن يكون مع الوفد المصري مستشار من وزارة الخارجية لاستشارته في الأمور السياسية، وحتى تكون وزارة الخارجية على علم بالمفاوضات العسكرية أولاً بأول. لكن كانت هناك مفاجأتان، الأولى أن مكان المباحثات كان في قلب موقع تمركز القوات الإسرائيلية، والمفاجأة الثانية عندما ذهب الغمسي في الموعد المحدد قابله قائد قوات الطوارئ الدولية NCUC لاسفو، وأخبره أن الوفد الإسرائيلي لم يصل، فغضب الغمسي بشدة وشعر بالإهانة، فقال له قائد القوات الدولية أن يهدأ وأن سبب التأخر هو اختلاف التوقيت بين الولايات المتحدة التي حددت الموعد وبين مصر. فرجع الغمسي مرة أخرى لموقعه، وتم تحديد الموعد في 1:30 PM. كان الوصول إلى مكان الاجتماع مليئاً بالمخاطر. كان الجنود المصريون في الخطوط الأمامية يعترضون الوفد المصري ويشهرون أسلحتهم ويسألون عن أسباب المرور في اتجاه العدو. وكان الغمسي يصرح لكل حارس في طريقه وفي كل موقع بكلمة سر الليل للوحدة، وكان يحدد له اسم وحدته واسم قائده. وذكر الغمسي أنه بالرغم من ذلك كان سعيداً باستيقاظ واستعداد المجند المصري أثناء الحرب. الاجتماع الأول للمفاوضات. عند وصول الوفد المصري لمكان الاجتماع، اصطف الضباط الإسرائيليون برئاسة الجنرال أهارون ياريف، وقاموا بتأدية التحية العسكرية، وقام الوفد المصري برد التحية للجانب الإسرائيلي. وكانت تعليمات الغمسي لأعضاء الوفد المصري ألا يبدأوا التحية للجانب الإسرائيلي لأنهم في الجانب المنتصر في الحرب. وعندما دخل الغمسي خيمة المفاوضات، بدأ أهارون ياريف بالتحدث عن علاقات العرب بإسرائيل ويجب أن يحل السلام وكلام من هذا القبيل. لكن الغمسي بدأ مفاوضاً صلباً مثلما كان عسكرياً صلباً، وأخبره أن هذا ليس المكان ولا الوقت المناسب لهذا الكلام، وأن مهمة هذه المباحثات هو تنفيذ قرارات مجلس الأمن بفك الاشتباك وفصل القوات ومناقشة دخول الإمدادات من غذاء ومياه وأدوية للجيش الثالث المحاصر في ثغرة الدفرسوار الشهير. وأخبرهم الغمسي أن هذه القرارات ستنفذ بأي حال من الأحوال. واستمر الاجتماع لمدة 3 ساعات دون التوصل لنتيجة محددة. وبخبرة الرجل العسكري المحنك، أدرك اللواء الغمسي أن الجانب الإسرائيلي يحاول كسب مزيداً من الوقت حتى يستطيع كسب تقدم على الأرض. فبرغم أن القوات الإسرائيلية حاصرت الجيش الثالث، إلا أنها في الوقت نفسه أصبحت هي نفسها محاصراً أيضاً داخل الضفة الغربية. كما أن قوات الصاعقة والمقاومة الشعبية في السويس بدأت في تدمير عدد من الدبابات الإسرائيلية التي حاولت دخول السويس واصطياد جنود العدو. وكانت هذه النقطة يدركها اللواء الغمسي جيداً، ويدرك أن مكسب إسرائيل من المفاوضات من أجل تسلم أسراهم والجرحى الذين وقعوا في يد القوات المصرية. وفي اليوم التالي، في 29 أكتوبر، تم تنفيذ اتفاق دخول الإمدادات للجيش الثالث المحاصر. وكانت الخطة كالتالي: أن يتم فصل القوات وتتراجع القوات الإسرائيلية لمواقع خلف المضائق شرق القناة، ويتم الفصل بين الجانبين بقوات الطوارئ الدولية لمنع الاشتباك وتحرير كل أسرى الحرب، وفك مصر حصارها على مضيق باب المندب وفتح قناة السويس، والبدء في عملية انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بالكامل.
وخلال اجتماع لوزير الخارجية المصري إسماعيل فهمي مع الرئيس الأمريكي نيكسون ووزير الخارجية هنري كيسنجر، أبدى نيكسون احترامه للقوات المصرية التي حاربت جيداً لاسترداد حقها. وأخبره إسماعيل فهمي أن إسرائيل تماطل في خطة فصل القوات، فرد عليه نيكسون أن الولايات المتحدة موافقة على خطة فصل القوات وأن هنري كيسنجر بنفسه سيتولى تنفيذ الخطة مع الجانب الإسرائيلي. ويقول إسماعيل فهمي في مذكراته أنه بعد خروجه من ذلك الاجتماع شعر فعلاً بالنصر، وأن مصر لأول مرة استطاعت فرض إرادتها السياسية على إسرائيل، واستطاعت أيضاً تغيير الأجندة الأمريكية في الشرق الأوسط بالكامل. الاجتماع الثاني وبكاء الجمصي. بعد انتهاء مباحثات الكيلو 101 جاءت أصعب لحظات عاشها الفريق في حياته كلها، لحظات دفعته لأول مرة في حياته العسكرية لأن يبكي. كان ذلك في يناير عام 1974 عند استكمال المباحثات في أسوان، عندما جلس أمامه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر ليخبره بموافقة الرئيس السادات على انسحاب أكثر من 1000 دبابة و70,000 جندي مصري من الضفة الشرقية لقناة السويس، وتخفيض القوات المصرية في سيناء إلى 7,000 رجل و30 دبابة. وهنا جن جنون الجمصي ذلك بشدة، وسارع بالاتصال بالسادات الذي ما كان منه إلا أن أكد موافقته، فرد عليه الجمصي أن ذلك سيكون كارثة إذا قامت إسرائيل بهجوم مضاد، وأن دراسات العمليات العسكرية تؤكد أن الجيش المصري يحتاج لحوالي 35,000 جندي وما لا يقل عن 3,000 دبابة، وذلك لصد أي هجوم مضاد، ذلك فضلاً عن المدافع بمختلف أعيرتها وما إلى ذلك من ذخيرة. فأخبره السادات أن قوات الطوارئ الدولية ستعوض ذلك النقص ولا يمكن لإسرائيل أن تتعداها. وحاول الجمصي أن يقنع السادات بإلغاء هذا الاتفاق، لكن السادات أخبره أن هذا البند مهم في اتفاقية فض الاشتباك، بل ووضع السادات مسؤولية تأمين شرق القناة بعد انسحاب القوات المصرية على كاهل الجمصي. وعاد الجمصي إلى مائدة التفاوض يقاوم الدموع، ثم لم يتمالك نفسه فأدار وجهه ليداري دمعة انطلقت من عينه حزنا على نصر عسكري وأرواح الآلاف من الرجال تضيعها السياسة على موائد المفاوضات. وكانت مفاجأة لهنري كيسنجر أن يرى دموع الجنرال الذي كثيراً ما أصر له القادة الإسرائيليون بأنهم يخشونه أكثر مما يخشون غيره من القادة العسكريين العرب، وهو الذي أطلقت عليه جولدا مائير الجنرال النحيف المخيف. اللي هو كان بيرسلها حافظ إسماعيل أو هو وكيسنجر، أنا ما كنتش أعرف بيها أثناء الحرب، غير عرفت إن في اتصالات سياسية، والاتصالات السياسية بين الدول حتى لما كنا قاطعين العلاقات تمشي. ما شفتش صلب هذه الإشارة إلا بعد الحرب. وبين الجمصي انزعاجه من مراسلات السادات وكيسنجر عبر مستشار السادات للأمن القومي حافظ إسماعيل، حيث أكد الجمصي أنه لم يطلع على تلك المراسلات ولم يرها إلا بعد انتهاء الحرب. وعزز الجمصي رأيه باتهام السادات بإفشاء أسرار عسكرية بالقول إن معركة الدفرسوار الثغرة حدثت لأن كيسنجر أبلغ القادة الإسرائيليين بضرورة فعل شيء على الأرض قبل قرار وقف القتال ليكون وسيلة ضغط سياسية على مصر. نهاية الجمصي المحزنة. في مطلع 1974 قام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر برحلات مكوكية بين مصر وإسرائيل، مهدت إلى توقيع الجمصي ونظيره الإسرائيلي ديفيد إليعازر اتفاقية كانت الأولى من نوعها بشأن سيناء. ويقول الجمصي إنه كانت هناك الكثير من الاختلافات في الرأي بيني وبين رئيس السادات في مرحلة السلام مع العدو الإسرائيلي، لكن في النهاية كان له الأمر في النواحي السياسية والعسكرية. تولى الجمصي منصب القائد العام للقوات المسلحة ووزير الحربية والإنتاج الحربي في 28 من ديسمبر عام 1974، وقبل يوم واحد من الذكرى 5 لحرب 6 أكتوبر عام 1978 أقال السادات الجنرال الجمصي من وزارة الحربية، وهو قرار اعتبره الجمصي لم يراعي الجانب النفسي باعتباره مهندساً لعملية الحرب.
وبعد تقاعده أبدى المشير الجمصي ندمه على اشتراكه في التفاوض مع اليهود بحسب تعبيره، وقال في لقاء تلفزيوني إنه بعد الإقالة أصيب بأزمة قلبية بسبب الفراغ القاتل، إذ كان يمني النفس بأن تتم الاستفادة من تاريخه كما تفعل بعض الدول. وبعد اعتزاله للحياة العسكرية ظل مراقباً ومحللاً للوضع المشتعل، ومؤمناً بأن أكتوبر ليست نهاية الحروب وأن حرباً أخرى قادمة لا محالة، لأن مواجهة مصيرية لا بد أن تقع. وفي 7 يونيو عام 2003 رحل المشير الجمصي في صمت بعد معاناة طويلة مع المرض، ليتم تشييع جثمانه في اليوم التالي بجنازة عسكرية شارك فيها الرئيس الراحل حسني مبارك.